بعد إعلان التزامها بقرار مجلس الأمن، ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تحشد قواتها لاحتلال عتق في شبوة. مساعي أمريكية لعقد اجتماع دولي حول سوريا يضم السعودية وتركيا والأردن، وروسيا تقول إنها تدرس المقترح. كيري يدعو الفلسطينيين وإسرائيل للتهدئة ويقول إن الأخيرة لا تريد تغيير الوضع في الحرم القدسي. مقتل محمد حسن صفا القيادي في ميليشيات حزب الله خلال معارك في سوريا. الجيش العراقي يعلن قتل 65 عنصرا من داعش في قصف صاروخي غربي الأنبار. جلسة منتظرة للبرلمان الليبي لمناقشة حكومة الوفاق. والمصريون يواصلون الاقتراع في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.